كلمة أكثر من كده يا جماعة، للأسف في ناس صرفت أعمارها عشان تقول الكلمة دي. يعني في ناس اللي بيحركها في الحياة إن يقول لفلان أنا أحسن منك في الفلوس، ويقول لفلان أنا عربيتي أحسن منك، وأنا بيتي أحسن منك، وأنا شهادتي أعلى من. في ناس اللي بيحركها في الحياة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله زين وتفاخر بينكم. يعني جزء كبير من الدنيا في ناس مضيعاه فقط لأجل التفاخر والتكاثر. يعني في ناس لو غاب الوسط اللي حواليها هيفقد جزء كبير من المحرك، هو اللي بيحركه المفاخرة والمكاثرة. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى إذا مسألة أنا أكثر منك كلمة خبيثة، يعني الكلمة دي كلمة بتسيطر على الإنسان، بتجعله أنا خير، أفعل تفضيل، أنا خير منه، اللي هو أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. المفاخرة، أنا أفضل، أنا أحسن. يظل الشيطان يضغط على هذه النقطة يحرك بها الإنسان في المسار الخاطئ. هذه المكاثرة التي ضيعت كثيرا من الناس، بل أقول حتى بين أهل الدين يدخل الشيطان في قضية المكاثرة. أنا معايا إجازات أكتر، أنا حافظ أكتر منك، أنا معايا كتب أكتر منك. المكاثرة حتى في طلب العلم، في الكتب، في المشايخ، للأسف يدخل هذا ويفسد نوايا الناس. أحيانا الإنسان لابد أن يحرر نيته، وده أمر صعب جدا جدا، نسأل الله السلام، أمر صعب جدا. واللي يقرأ كلام السلف في احترازهم من قضية النوايا، ليه رايح ياخد إجازة؟ ليه رايح للشيخ الفلان؟ ليه رايح يجيب الكتاب؟ ليه بيستكثر أحيانا الإنسان؟ وما أبرئ نفسي وما منا إلا ولكن يذيبه الله بالتوكل، يعني وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة المكاثرة بيعمل كده ليه؟ وابن القيم كان له كلام جميل في شرح ألهاكم التكاثر في هذه القضية حتى بين أهل الدين. فالخلاصة مسألة المكاثرة والثقافة دي أنا بسميها في الوقت الحالي بسميها الثقافة الرقمية. إن إحنا بقينا نقيم نفسنا بالأرقام، أنت معاك كام كتاب؟ معاك كام فولورز؟ كام واحد بيتابعك؟ كام واحد شاف بقت ثقافة الأرقام، بقت حتى الأطفال بقت أول حاجة لما يشوف المقطع الفيديو يقول لك ده الفيورز، ده شاف اللي شافه البتاع ده مليون، شافوا 100,000، شاف. بقت ثقافة الأرقام مسيطرة على الناس، وأخلاق السوق بدأت تتدخل حتى للأسف عند بعض أهل الدين، بدأ قضية تغلغل أخلاق السوق على الأخلاق الدينية. فمهم جدا الحرص من هذه الكلمة وخطورة تغلغلها بين الناس. يا ما ضيعت أعمار، في ناس سافرت في الدين لطلب العلم لأجل المباهاة. يعني أنت متخيل في ناس تعبت وذكرت فقط لأجل المباهاة، ربنا يسترنا. في ناس سجلت دروس وعملت لأجل المباهاة، يعني ربنا يحفظنا. ده أمر يعني محتاج الإنسان يحرر نيته جيدا فيه.